مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء موسوعة مختصر التاريخ العام لأفريقيا، والتي تم إعدادها بالتعاون والتنسيق مع دار الكتب والوثائق القومية والمركز القومي للترجمة واليونسكو بهدف رصد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية. الموسوعة التي يعكس صدورها رغبة مصر في تعزيز ارتباطها بالقارة الأفريقية تضم 4 كتب تبرز التاريخ الأفريقي ودوره الحضاري، والتي برز بها أقدم دولة في التاريخ وهي مصر ونجاح الحضارة المصرية في نقل حضارتها لدول العالم. وأيضا الموسوعة هي مثال للتعاون المثمر بين مصر التي تتولى هذا العام رئاسة الاتحاد الأفريقي واليونسكو لخدمة القارة السمراء. معانا للحديث عن هذا الموضوع وأهمية هذه الموسوعة وصدورها في هذا التوقيت بالذات سيادة السفير محمد العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا وسهلا. أنا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا بيك. يعني أهمية صدور هذه الموسوعة في هذا التوقيت في رأيك؟ طبعا صدورها في هذا التوقيت أمر مهم جدا لتعريف الشعب المصري والشعوب العربية بدور مصر الأفريقي، لأن دور مصر الأفريقي دور قديم ودور تاريخي ودور حضاري منذ بداية التاريخ وبداية الحضارة الإنسانية. ووصول مصر إلى أننا رؤساء، مصر هي رئيسة الاتحاد الأفريقي لهذا العام سنة 2019، أمر هام جدا ويعكس الاهتمام المصري بالشؤون الأفريقية، وهو اهتمام تاريخي بجانب التاريخ والحضارة وبداية الحضارة الإنسانية. فإن مصر لعبت دورا كبيرا في حركة التحرر الأفريقية واستقلال الدول الأفريقية عن الاستعمار الخارجي، وكان هذا في فترة الخمسينات والستينات. قامت مصر بدور كبير جدا في يعني كل حركات التحرر الأفريقية كانت تبدأ من القاهرة. ومن هنا وفي كثير من الدول الأفريقية نجد شارع جمال عبد الناصر عن هذه الفترة، يعني تعبيرا عن اهتمام أفريقيا بالدور المصري. حاليا اهتمام مصر بالقضايا الأفريقية والمشاكل الدول الأفريقية اهتمام كبير جدا، سواء في مجال اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وفي مجال زيادة الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية لصالح مصر ولصالح الدول الأفريقية. ثم إن التعاون بين مصر والدول الأفريقية يعتبر تعاون جنوب، لا شبهة استعمارية فيه، لأننا أفارقة ونحن دولة أفريقية من البداية، والأمن القومي المصري مرتبط بالقارة الأفريقية ومرتبط بمياه النيل ارتباطا وثيقا. نعم. طيب هل حضرتك شايف أنه بمتابعة حضرتك لعودة مصر للتواصل مع الدول الأفريقية، أنه إحنا عوضنا فترة الغياب اللي كانت موجودة لسنوات بيننا وبين أفريقيا، وعادت من جديد العلاقات وثيقة كما كانت في فترة الستينيات؟ هي بداية طيبة جدا للعودة إلى دور مصر الطبيعي في القارة الأفريقية، لأننا فعلا عانينا من حالة من نوع من أنواع عدم الاهتمام وإهمال الشؤون الأفريقية منذ محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في أديس أبابا سنة 1995. أعقب هذا 10 سنوات من عدم حضور الرئيس المصري لاجتماعات القمم الأفريقية منظمة الوحدة الأفريقية قبل الاتحاد الأفريقي، لم يحضر لمدة 10 سنوات، وكان الزعماء الأفارقة العلاقات الشخصية بين الزعماء الأفارقة أمر في غاية الأهمية، وكانوا يحسون بأن مصر أهملتهم. ومن هنا فعودة مصر إلى القارة الأفريقية من جديد هو عودة إلى الوضع الطبيعي وإلى السياسة المصرية التقليدية في القارة الأفريقية، لأننا عرب وأفارقة في نفس الوقت. نعم. في رأي حضرتك إيه هو المحرك الأساسي لعودة العلاقات بشكل وثيق بين الدول، السياسة أم الاقتصاد؟ الاثنين، السياسة والاقتصاد. السياسة مرتبطة بالاقتصاد والاقتصاد مرتبط بالسياسة. لا سياسة بدون اقتصاد ولا اقتصاد بدون سياسة. ومن هنا فاهتمام مصر بالعودة إلى القارة الأفريقية اقتصاديا وسياسيا أعتقد أنه أمر في غاية الأهمية وفي صالح الطرفين، وهو تعاون جنوب جنوب. ثم إن مصر تدعم الاتحاد الأفريقي وتدعم إعادة هيكلة الاتحاد الأفريقي بالذات مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتدعم
يعني العلاقات بين الاتحاد الافريقي وبين هيئه الامم منظمه الامم المتحده، وكان السكرتير العام للامم المتحده حاضرا في افتتاح الدوره 32 الجاريه حاليا في اديس ابابا. في هذه الدورة مصر ستكون رئيسة للاتحاد الأفريقي، أو هي بالفعل رئيسة منذ بداية الدورة بالأمس. ما هي الاستفادة اللي ممكن أن تحققها مصر، وأيضا الإفادة التي يمكن أن تعطيها للدول الأفريقية؟ هي تعطي مصر، طبعا مصر تعطي الدول الأفريقية الخبرة والتجربة في مجال السياسة وفي مجال الاقتصاد وفي مجال دعم التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، وتستفيد منها أيضا وجودنا باعتبار أن القارة الأفريقية هي أمن مصر القومي بالذات في إطار مياه النيل، وعندنا موضوع سد النهضة وموضوعات مهمة جدا في السياسة الخارجية المصرية وفي مجال الأمن القومي المصري، يمكن لمصر أن تحقق استفادات كبيرة جدا منها من خلال رئاستها لمنظمة الاتحاد الأفريقي. ثم من ناحية أخرى، فإن زيادة الاستثمارات في القارة الأفريقية هي في صالح أفريقيا من ناحية، لأنها توقف مشكلة الهجرة غير الشرعية وانتشار اللاجئين الأفارقة غير الشرعيين في أوروبا، مما يخلق مشاكل في ليبيا وفي الدول الأوروبية، ومن ناحية أخرى يفيد الدول الأفريقية في خلق فرص عمل وانتهاء مشكلة اللاجئين، ويفيد مصر في دعم استثماراتها في القارة الأفريقية بما يخلق فرص عمل أيضا لرجال الأعمال وللشباب المصري في أفريقيا. تبادل الخبرات في كل المجالات، وأيضا إرسال بعثات دراسية متبادلة، سواء استقبال طلبة أفارقة أو إفادة طلبة مصريين إلى الدول الأفريقية، هل ده أسلوب يعني يعمق العلاقات في عام 2019 كما كان يفعل في فترة الستينات، أم نحتاج إلى أساليب أخرى مختلفة؟ لا، بالتأكيد هو يساعد في هذا المجال، إقامة فرص تدريبية ومنح دراسية لأبناء أفريقيا في مصر، ومصر لديها خبرة كبيرة جدا من خلال الصندوق المصري للتعاون الفني في أفريقيا الذي يسمى حاليا بالشراكة المصرية الأفريقية من خلال وزارة الخارجية، وفيها أيضا التعاون الثلاثي لصالح الدول الأفريقية، تعاون مصر مع دولة زي اليابان من أجل التنمية في أفريقيا، تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي من أجل التنمية في أفريقيا، كل هذا في صالح القارة الأفريقية وفي صالح مصر، ويدعم سياسة مصر ويدعم السياسة الخارجية المصرية ودور القوى الناعمة المصرية في القارة الأفريقية. ولمصر خبرات طويلة في هذا المجال، ويزاد عليها أيضا يعني دعم العلاقات في إطار التوجهات الجديدة، وحيث صارت القاهرة حاليا بموافقة كل الدول الأفريقية في المؤتمر الجاري حاليا في أديس أبابا أن تكون القاهرة هي مقر وكالة الفضاء الأفريقي. نعم، أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد العشماوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية. فاصل قصير، من بعد نتابع فقرتنا في هذا الصباح.